فهمت ضمنا من كلام رئيس الوزراء انه الاتفاق مع صندوق النقد ده مرتبط كان بالاتفاقات اللي هتحصل تباعا بعد كده. طيب ايه حكاية صندوق النقد وأهمية الحصول على إيه هذا القرض ايه، وهل كان متوقع هذا الرقم ام لا، ومعنى ايه هذا الدين اللي في الاخر انت بتتكلم في قرض 9.2 من 10. خليني ارحب بالدكتور مدحت نافع. مساء الخير دكتور مدحت. حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك جيدا. اهلا بحضرتك. تمام، اهلا بيك دكتور مدحت، اهلا بيك. سمعتني في البدايه شرحت قرارات البنك المركزي رئيس الوزراء النهارده عفوا، وكل القرارات اللي خرجت من رئيس البنك المركزي بالاضافه ايضا الى الاتفاق صندوق النقد. كيف ترى هذا الاتفاق؟ بدايه بعد الترحيب بحضرتك والمشاهدين الكرام، يعني بتذكر الناس بحلقه مع حضرتك منذ ايام وفيها حتى اتصال هاتفي تحدثت فيها عن رؤيتي للروشته الاقتصاديه للمخرج من هذه الازمه. نعم نعم. ووضعت تصورا للسياسه النقديه، واعتقد ان ما تم اليوم هو يصل الى حد التطابق مع ما ذكرته في حلقتي، وبالتالي طبعا اثمن ما تم اتخاذه بشكل كامل. ايوه. وانتظر ان يتم التكامل مع هذا النوع من او مع هذه السياسات التي اطلقت بسياسات خاصه بالسياسه النقديه الماليه، لا تكتفي فقط باعطاء ايجابيه مفادها اننا سنتاشر، يعني سنقيد النفاق الاستثماري قليلا. وحضرتك بتتحرك يا دكتور مدحت مش كده؟ علشان كده انا مش سامعك كويس، فارجوك هنثبت. هنثبت ارجوك ارجوك في محاوله لتثبيت سعر الصرف كمان. بس بالظبط بالظبط كده، بنحاول نثبت اي حاجه دلوقتي. ايوه. لا يعني معذره معلش، فانا باكد على ان نحن في حاجه الى ان ندعم هذه الاجراءات التي اتخذت من قبل متخذ قرار السياسه النقديه وهو محافظ البنك المركزي ولكن السياسات النقديه. أيوة. ندعمها بسياسات ماليه مكمله وسياسات تجاريه ايضا. في هذا السياق لا نكتفي فقط باننا نعطي اشارات ايجابيه فيما يتعلق بالنفاق الاستثماري ووقف بعض المشروعات. شايف انه الاتفاق مبدئيا مع الصندوق والوصول ل 8 مليار دولار شايف ان ده كويس؟ الاتفاق مع الصندوق ده طبعا ما كان له ان يتم الا في ضوء يعني وجود تدفقات اتت على خلفيه صفقه راس الحكمه، وايضا الاشارات التي اطلقها البنك المركزي مؤكدا على انه لا بديل عن التشديد النقدي العنيف، ما تاخرنا شويه في التشديد في الفترات السابقه حتى نطارد التضخم الذي وصف في البيان بانه هو العدو الاول. يعني اي حد كان بيتكلم على ان رفع الفائده هياثر على الاستثمار، حتى البنك المركزي رد بنفس الرد اللي قلناه في حلقه حضرتك، وهو اننا لا نبحث عن الاستثمار الان ونحن نطارد التضخم بهذا الشكل. تمام. ولو بحثنا عن الاستثمار فبنبحث عن نوع معين وندعمه باساليب اخرى بعيدا عن سعر ايه النوع المعين اللي بيبحث عنه؟ يعني بنبحث عن الاستثمار الذي ينظر الى نظره طويله الاجل شويه، ده يستثمر راس الحكمه ما هو كان جاي والظروف الموجوده. بنبحث عن استثمار في الصناعات التحويليه والدوله ممكن تدعمه دون ان تتدخل بشكل في نوع من انواع الخلل الهيكلي في اسعار الفايده. نعم. يعني ممكن تدعم التمويل بشكل غير مباشر بعيدا عن الجهاز المصرفي عشان ما تعملش نفس المشكله اللي حصلت 2016. ايوه. طيب يبقى احنا النهارده بنتكلم عن فرصه نافذه تم فتوى، ومن الضروري ان تتحرك جميع القوات في نفس الوقت عشان نحقق الاستقرار المطلوب، والا نبقى خدنا البنج وما عملناش العمليه. يلا العمليه. العمليه مطلوب ايه لاجراء العمليه؟ قول لي بشكل محدد. اتفضل. بشكل محدد السياسه النقديه طبعا هتستمر في التشديد زي ما اتفقنا باساليب مختلفه، منها الشهادات اللي اطلقت النهارده، منها زياده سعر الفايده، منها ايضا تخفيض المعروض النقدي ويعني اعاده شراء السيوله من البنوك كما فعلت من قبل وعمليات السوق المفتوحه لها. السياسه الماليه يجب ان تتكشف بشكل مباشر، وليكن مثلا احنا بنتكلم على مشروعات بعينها يا استاذ، وليكن في مشروع معين، انا مش عايز اسمي مشروع باسمي يعني، لكن نفترض ان في مشروع ومعروف ان المرحله الثانيه بتاعته هتكلفني مثلا 5 مليار دولار مثلا. لو الحكومه قالت هذا المشروع الذي يتكلف كذا 5 مثلا مليار دولار سيتم تاجيل النظر فيه او اي حركه فيه لمده 5 سنوات، هذه اشاره ايجابيه وعمليه للسوق في نفس الوقت، بمعنى انه لن يكون هناك ضغط على العمله من قبل الحكومه او من قبل اذرع الحكوميه على الصرف الاجنبي في هذه الفتره، ومن ثم هذه المساحه يتحرك بشكل جيد. هناك ايضا سياسات اخرى متصله ب يعني خفض الانفاق الاستثماري، والنهارده حتى رئيس الوزراء قالها النسبه كبيره جدا، احنا 90% 90% من الاستثمارات استثمارات حكوميه، فهو فعلا قال هيعمل سقف
تريليون جنيه مصري للاستثمار الحكومي عشان يسيب القطاع الخاص. ده شيء جيد جدا، واعتقد ان رقم تريليون ما اقدرش اتكلم فيه طبعا في تويتر او في مداخله، لان ده لازم اكيد مدروس دراسه معينه، واكيد هو عارف الدراسه اللي اتكلم. ايوه. فبالتالي لكن انا اثمن وجود سقف، اثمن ايضا وجود سقف للدين. وليكن حتى باسلوب مختلف عن سقف الدين في امريكا اللي هي حاليا بتحاول تغيره بشكل مختلف، وليكن العوده الى القاعده الذهبيه للدين اللي كانت موجوده قبل 2005، الا نستدين دولارا الا لو كنا هنسدد في نفس السنه دولار، وفي نفس الوقت عندنا قدره ومعرفه كيف سيستثمر هذا الدولار في مشروعات تدر دولارات. فهذه قواعد جميع وقت واحد مع عدد هيكله الديون التي يمكن هيكلتها مع بعض المؤسسات، كل ده لو حصل في وقت واحد سيكون عند استقرار لسعر الصرف. طبعا مفيش تعويم حر، الناس اللي فاكره ان في تعويم حر عمره ما يحصل، احنا قلنا لو بالقرار. لا معلش معلش يا دكتور مدحت، اعتبر ان احنا لسه بنقول الكلام من جديد. طبقا للعرض والطلب، يعني ايه من وجهه نظرك؟ لانه ناس كتيره قالوا فيها كلام كتير. اتفضل. السياقه كانت ذكيه جدا. نعم. كانت ذكيه بحيث انها تتلائم مع متطلبات الصندوق الذي طلب بسعر صرف اكثر مرونه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى كانت فتحت الباب امام شيء من الربط المرن او شيء من التدخل بدل الحاجه بكلمه العادل. حضرتك خدتي بالك من كلمه العادل؟ بس انا لغايه دلوقتي ما حدش عارف عادل، عادل تايه. ما حدش عارفه. كله بيدور على العادل. كده العادل دي كلمة فضفاضة، وبالتالي يستطيع البنك المركزي أن يستخدمها كمدخل في أنه يقول أنه العادل ده يعني وفقا لتقييم سعر الصرف مقابل عدد من الأصول أو محفظة من الأصول أو محفظة من العملات عاملة الذهب، يبقى السعر العادل، وأخذا في الاعتبار العقود غير المسلمة اللي بتتكلم على أن السعر 50 جنيه بعد سنة من النهاردة، وأخذا في الاعتبار الديفرنشيال أو فروق سعر الفايدة، يبقى السعر بتاع الصرف العادل النهاردة 42 وما يزيدش، ما يزيدش عن 42 وما يقلش عن 36 مثلا. لو ده حصل، وده اللي متوقع انه يحصل خلال ايام، اللي هو ايه متوقع انه يحصل فيه خلال ايام بشكل محدد؟ يتم السعر المناسب. يتم تحديد السعر من المفترض انه ده يحصل خلال ايام. انا متخيل هذا، وهيبقى في نطاق سعر يتحرك ممكن خلال ساعات كمان، يكون في نطاق سعر، والنطاق السعر ده حبذا لو كان معلنا. خد بالك انه في اجتماع للبنك المركزي كمان ربع ساعه، هل وارد انه يعلن في هذا الاجتماع تحديد سعر الدولار تحديدا ونسبه الاب اند داون بتاعته مثلا؟ حتى لو ما سموهوش تحديد عشان ما حدش يقول له انت كده بتربط تاني ربط جامد، كفايه انه يقول مثلا السعر الاسترشادي سيكون مثلا 42 زائد او ناقص 3 جنيه 3 دولار 3 جنيه في خلال فتره زمنيه، وسيتم مراجعته بعد 3 شهور مثلا. ده بيدي تصور وبيدي يعني افق للمستثمر وللتاجر ما هو ده بقى فكره فكرة العرض والطلب ده ينفع في التعاقدات؟ بيبقى شكله ازاي في التعاقدات؟ هينفع، لان انا عندي هيدجنج تول، عندي وسيله للتحوط اللي هي العقود اللي اتكلمنا عنها من شويه. تمام. طبعا، وعندي ايضا، ودي هتبقى اكثر، هتبقى مور ليكويد في الفتره الجايه، هتبقى اكثر سيوله في الفتره الجايه لو ترك الجنيه ينخفض براحته ويرتفع براحته خلال الفتره القادمه. لما يكون عندي اولويات للإنفاق وأولويات لتخطيط هذه الموارد المحدودة، وهي فلسفة الاقتصاد نفسه، لما تكون عندي الأولويات دي واضحة مش هيبقى في نفس الضغط اللي كان موجود قبل كده على الأمر. تمام. وبالتالي مش وارد إن احنا نشوف القفزات المرعبة إلا لو قعدنا نخوف نفسنا ونفضل نشكك ونفضل نقول مش هيحصل مش لا ما صحيح 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 صحيح. لو فضلت نتنبأ بهذا محتاج معلومات واضحة. طبعا. أيوه. لكن بتسمن قرارات البنك المركزي وفيما يتعلق كمان بمسألة صندوق النقد وأيضا رفع الفايدة. بالتأكيد بالتأكيد، وأنا شايف أن دي خطوة ضرورية وغير كافية طبعا، لكنها ضرورية جدا، ويجب أن تستكمل باللي قلناه مع حضرتك في الحلقة، يا ريت الناس ترجع لها، لأنها هتعتبر إن شاء الله يعني مرجع بالنسبة لنا على الأقل فيما هو قادم. ما حضرتك قلتهم تاني دلوقتي مش كده؟ أنا عدت أهم النقاط طبعا. بالظبط. كنا قاعدين براحتنا شوية ساعتها. طبعا طبعا أهم النقاط. بشكرك دكتور مدحت، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.